هذه الأمور لنقول بأن مرشحنا عبد المجيد تبون من أول ما يسهر عليه وهو الدفاع عن النخوة الجزائرية، الدفاع على النيف الجزائري، الدفاع عن السيادة الوطنية التي تحاول دول استعمارية وكيانات وظيفية وقوى استعمارية والصهيونية المساس بوحدة شعبنا والمساس بوحدة جيشنا والوساس بوصية أو وديعة شهدائنا والمساس بسلامتنا الترابية. فكان له هاجس الدفاع عن الوطن وعن سيادته، كان له الدفاع عن هاجس الدفاع عن وحدة الشعب الجزائري، كان له هاجس الدفاع عن صيانة وديعة الشهداء. ذلك هو مرشحنا الأخ عبد المجيد تبون الذي وقف مع القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووقف مع قضية الصحراء الغربية ونزل وخفض التمثيل الدبلوماسي مع فرنسا عندما جارت فرنسا واعتدت على حقوق الشعب الصحراوي وناصرت المحتل المغربي. إننا مع رئيسنا مترشحا مواطنا عبد المجيد تبون للانتخابات القادمة يوم 7 سبتمبر، لأنه الله أكبر الله أكبر، لأنه حافظ على مرجعية الأمة الجزائرية في وسطيتها التي يرعاها الجامع الجزائر الكبير بمذهب الإمام مالك وسلوك الجنيدي وعقيدة أهل السنة والجماعة، حتى لا يفرق بين أبناء هذا الوطن العزيز الذي يرغب الراغبون أن يؤسسوا فيه لطائفية مذهبية حديثة وجديدة، أو يؤسس فيه لطائفة سياسية حتى يتقاتل الجزائريون كما تقاتل الليبيون أو تقاتل اليمنيون أو تقاتل السودانيون أو تقاتل السوريون أو غيرهم. لقد حرص كل الحرص على المحافظة على مرجعية الأمة الجزائرية التي هي أساس وحدة هذا الوطن. لقد أبعد مكونات الهوية الجزائرية عن المناكفات السياسية وعن الاستغلال الحزبي المقيت. ذلك كله من أجل أن تنزه ولا تبقى ورقة يتلاعب بها الحزبيون أو السياسيون. إننا دعمناه لأنه أكد بالبارحة شكره لولاية برج بوعريريج عندما قال إن لقد أصبحت برج بوعريريج قطبا للصناعات الكهرومنزلية المندمجة بكاملها داخل الجزائر. إننا نبتهج أي ابتهاج. لقد كنا نشتري سابقا سوني وتوشيبا و من الشركات الأجنبية، أصبحنا الآن نسمع ونشتري ماركات جزائرية بأسماء جزائرية، منها رائد من أبناء البرج ومنها رواد من ولايات أخرى. فهذا مفخرة للجزائر ومفخرة لأهل البرج عندما ذكر رئيس الجمهورية بالبارحة ثناءه وشكره لمستثمرين جزائريين حققوا الاندماج الكلي 100% في شعبة الكهرومنزليات، كما أن ولايات أخرى حققت لنا الاكتفاء في الإسمنت، كما أن ولايات أخرى سوف تحقق الاكتفاء للجزائريين والتصدير في مجال الأسمد مختلف الأسمدة الزراعية، كما أننا وصلنا إلى اكتفاء في هذه السنة بالنسبة لاحتياجات الجزائر من القمح الصلبي، ونتمنى أن نصل في العامين أو ثلاثة أعوام القادمة في إطار برنامج يسهر عليه شخصيا رئيس الجمهورية بالاكتفاء بالقمح اللين، ذلك الاستيراد الذي نستورد منه بملايين الدولارات في غذائنا. إن أول وأهم وأصعب الاكتفاءات وهو الاكتفاء
من الغذاء، ذلك لأننا ندرك بأن أركان الأمن الغذائي هو الدفاع، وجيشنا الوطني الشعبي الذي دعمه رئيس الجمهورية كي يبلغ احترافيته، ومختلف أجهزتنا الأمنية كي تحافظ على السيادة، وثانيه الأمن الطاقوي. ونحن الآن أطلق رئيس الجمهورية مجموعة من المشاريع في إطار الطاقات المتجددة بعيدا عن الطاقات الأحفورية بمئات ملايين الدولارات في مجال الطاقة الشمسية. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.